السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في فيديو قصير هنوضح فيه اللي حصل بالأمس من مايكروسوفت، وهنستعرض فيه وجهات النظر اللي بتناقش الموضوع، وهنختم إن شاء الله بنصايح قد تفيد البعض إن شاء الله. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار شديد إنه شركة مايكروسوفت المعروفة طبعا والمشهورة أعلنت إن هي هتوقف إصدار الشهادات الاشهر على الاطلاق انا بسميها، اللي هي الام سي اس اي، الام سي اس اي، الام سي اس دي، وما يحاكيها او ما يشابهها. يعني خلاص هيتم ايقاف الاصدار ديت، او هيتم العمل بالمسميات الخاصه بقى، سواء كنت ادمنستريتور ويندوز ادمنستريتور، او كنت سوليوشن اسوشيت، او اكسبيرت، او ديفلوبر، خلاص ما عادش فيه الحاجات دي. طيب ايه البديل؟ البديل انه بدايه من 30 يونيو اللي جاي ان شاء الله، اللي عاوز يمتحن هيبقى على الكلاود او على تحت عبايه الايجر. وجهتين نظر بقى مختلفين من الناس اللي شغاله في الفيلد بتاع الانفورميشن تكنولوجي. وجهة نظر بتقول الموضوع بيزنس، الموضوع سبق وحصل قبل كده، الناس ما تقلقش، الشغل مش هيتأثر بالقرار ده. دي وجهة نظر، وإن كانت هي الصوت الأعلى للأسف. وفي وجهة نظر تانية هي فهمت مخزى القرار أو مخزى الرسالة، وبدأت تشتغل على نفسها، وبدأت تتوجه التوجه اللي أنا براه، يعني بقراه صحيح مع احترام شديد جدا لكل وجهات النظر، كلهم على راسي من فوق، كلهم افضل مني علما وخلقا وادبا وخبره وكل شيء، لكن احنا بنحلل وجهتين من وجهات النظر. لو قلنا ان الموضوع بيزنس هقول لك فعلا صح، هو اصلا السيرتيفيكت كسيرتيفيكت هي بيزنس، لان احنا كلنا عارفين انه الضباط وندخل نحفظ الاسئله وندخل نمتحن صلى الله وبارك ونطلع من الجنب الثاني احنا سيرتيفايد، تمام. لكن كون ان شغلي وشغل حضرتك وشغل الشركات مش هيتاثر، فحب اقول لك يعني فيها كلام. طيب واحده واحده، الموضوع اتكرر قبل كده، ايوه الموضوع اتكرر قبل كده، ومايكروسوفت لغت شهادات كتير قبل كده واستبدلت مسميات قبل كده. يعني مثلا 2008 طلعت بحاجه اسمها ام سي تي اي بي، وبعد كده في 2012 عدلتها بقت ام سي اس اي كده يعني، تمام. لكن خلي بالك ان كل ديت فعليا كانت مسميات فقط، لكن المهام واحده، الكونسبت واحده، بيئه العمل واحده. فبالتالي لما تيجي هنا في القرار ده بقى انه هتستبدل المسميات، اللي هي بقى هتبقى مش ويندوز ادمنستريتور ولا سيرفر ادمنستريتور، ده انت هتبقى ايجر ادمنستريتور، هتبقى كلاود ادمنستريتور. هنا البيئه مختلفه، الكونسبت مختلفه، تمام، وجهه النظر مختلفه. ازاي؟ حضرتك من 2003 2008 2012 2016 2019 انت شغال اون بريمسز، فبتدير سيرفر نفس نظام التشغيل ولكن بفيتشرز اعلى، صح كده؟ تمام. فبالتالي لما انا اجي اسمي لك مسمى، والله ده دكتور، ده خبير، ده مهندس، ده اخصائي، انت البيئه بتاعتك هي هي، انت بتدخل تدير نفس نظام التشغيل ولكن بخصائص اعلى، بفيتشر زياده، بدعم حته معينه ما كانتش موجوده قبل كده، ولكن ما طلعتش من المكان بتاع الكلاسيك داتا سنتر. لكن الوضع هنا يا شباب مختلف. ايه الاختلاف اللي فيه؟ الاختلاف ان انت مسماك هيبقى سي مثلا ايجر ادمنستريتور. واحد يقول لي طب ايه المشكله برضو، ما انا هدخل نفس الامتحان اللي كنت بدخله، هي الضم، وهطلع برضو سيرتيفايد من الجنب الثاني. هقول له هنا الاختلاف، هنا بقى وجهة النظر هتبدأ تتغير. لأنه يا سيدي الكريم امتحانات الإيجر هي براكتيكال إجزام، يعني امتحانات مهارية، يعني الوضع مختلف تماما. يعني أنا شخصيا لما دخلت أمتحن الـ AZ 103 جاني 12 سؤال عملي،
12 سؤال بيطلب مني تاسك اعملها بايدي على بورتال، فبالتالي انا مهما حفظت في ضمبات وما عدتش الامتحانات ديت مش هبقى سيرتيفايد من الجنب التاني زي ما انت بتقول. لا، البيئه هنا اختلفت، فانت من غير المستساغ، من غير المعقول ان انت مسماك يختلف من كونك انت ام سي اس اي سيرتيفايد سيستم انجينير مثلا او سيرتيفايد سيستم اكسبيرت على اون بريمسس وتبقى ايجر ادمنستريتور وانت ما اشتغلش على بورتال. فهنا مايكروسوفت هي بتفرض عليك فرضا ان انت هتشتغل كلاود، هتشتغل كلاود عشان تبقى سيرتيفايد لازم تعدي عليا، علشان تبقى مجاز مني لازم تدخل تعمل لابات عملي انا هطلبها منك، وعشان تعمل لابات العمل ديت لازم تشتغل بايديك. هي مش مجرد كونسبت، مش مجرد ضمب هتحفظ الاسئله. فمع احترامي الشديد جدا لحضرتك، ايوه الموضوع فيه جزء كبير جدا تسويقي، لكن هي فاهمه هي بتعمل ايه، هي بتدفعك دفعا لان انت تروح للكلاود بتاعها. وكلنا عارفين انه في اخر سنتين تحديدا امازون كانت مسيطره على جزء الاكبر من سوق الكلاود. بعد كده مايكروسوفت حاولت تسحب البساط كده من تحتها، فلقينا مثلا داتا سنتر اتفتحت في البحرين خاصه بامازون، بعدها مفيش داتا سنتر في الامارات اتفتحت خاصه بمايكروسوفت، بعدها برضو مفيش، اعلنت مايكروسوفت ان هي هتدخل السعوديه او هتروح مصر، يعني لا يحضرني المكان. فهي حرب على اكبر عدد من المليارات بتاع البيزنس ده، فبالتالي مش هتيجي انت حضرتك دلوقتي تقول لي الموضوع مش هيمسني. لا هيمسك، انا اثبتت لك دلوقتي ان انت مش هتقدر تدخل تاخد شهاده غير لما تكون عارف كونسبت واشتغلت بايدك. زمان كنا بندخل نحفظ الضمب وندخل نشوف الاسئله صح وغلط واختيار متعدد ووصل كاننا في ابتدائي وخلاص بنطلع من الجنب التاني زي الفل. دلوقتي لا، الموضوع فعليا اختلف. وان كان في الفتره الاخيره مايكروسوفت لما اعلنت ان هي هتغير من الاي زد 103 لاي زد 104، هي تقريبا ناس كتير جدا دخلت امتحان وما جالهمش لابات، ولكن الاساس البيزكس هو ان الامتحان ده امتحان براكتيكال مهاري. حتى لو دخلنا كده على صفحه التعريف الخاصه بيه على شركه مايكروسوفت، هي قايله الكلام ده، يا جماعه ده امتحان براكتيكال، ما حدش يجيني ويقول لي انا مش فاهم او ما اشتغلتش بايدي. لا، انت هتشتغل بايدك في الامتحان، بيفتح لك بورتال حقيقي، مش حتى سيميوليشن، لا انت تدخل بورتال حقيقيه تشتغل عليها بايدك، وبتقدم تاسك كده الواحد بيراجع وراك، والنتيجه بتاعتك ما بتطلعش في نفس الوقت زي ما كانت بتطلع في امتحانات السابقه، لا ده بتاخد وقت عشان تتراجع وتشوف التاسك انت عملتها صح ولا لا، وبعد كده بتجيلك النتيجه بتاعتك بعد ساعه ساعتين بعد 24 ساعه ايا كان على الايميل بتاعك، شو انت يعني باص ولا يعني لا قدر الله ما حدش حلفه الحظ. فانا بعمل الفيديو ده علشان اقول يا ناس، احنا قلنا من حوالي ما يقارب سنه الكلاود هو المستقبل، يا شباب اللي شغال فعليا في المجال وعاوز يكمل، مش انا ما بطلبش منك ان انت تروح اجر، ولا بطلب منك ان انت تروح امازون ولا جوجل، ولا بحدك باي حاجه، ولكن بقول لك على الاقل يكون عندك الحد الادنى من المعلومات اللي يساعد ما يتقال لك انت هتنقل كلاود، تكون عارف، ما توقفش وتقول انا شغال وعندي اكسبيرينس في الويندوز سيرفر 5 سنين، اشتغلت اكتف دايركتري وعارف الدومين بارتيشن والسكيما بارتيشن والابلكيشن بارتيشن ومش عارف. اوكي كلنا عارفين الكلام ده، بس انت لما تطلع الكلاود مش هتلاقي الحاجات، مش هتلاقيها، هتلاقي حاجه اسمها اجر اكتف دايركتري مختلف تماما، ما بيشتغلش على البروتوكولز بتاع الاكتف دايركتري اللي احنا عارفينها. فافهم من دلوقتي، اقرا، ومن دلوقتي الحمد لله المصادر العربيه بدات بيبقى فيه. باشمهندس مؤمن هاني مطلع كورس الايجر ادمنستريتور كاملا، اقعد وفوفري. واحنا بفضل الله طلعنا 3 اجزاء من الكورس الخاص بالايجر، اللي هو الجزء الاول فري نزلناه، والجزء الثاني حطيناه على يوديمي بمبلغ زهيد جدا علشان الناس تتعلم، والجزء الثالث اللي حابب يدخل الامتحان عملنا لابات. ويعني خلاص نصيحه،
للشباب اللي حابه تتعلم، خد الكونسبت ككونسبت في فيما يتعلق بالويندوز سيرفر اللي انت هتدخل تلاقيه اوكي، يعني هتدخل تشتغل برضو على في ام اللي هي جهاز في الاخر سيرفر، وهتعمل شيرنج وهتعمل يعني بيرميشن وهتعمل اللي انت بتعمله في الكلاسيك داتا سنتر. لكن فيما يتعلق بالاكتيف دايركتوري انت مش هتدخل بقى تعمل بوليسي ومش هتدخل تعمل اويوز لا، الموضوع مختلف. واحنا ان شاء الله باذن الله في صدد ان احنا نطلع كورس فيما يتعلق بالايجر اكتيف دايركتوري، احنا بنحضر دي دلوقتي، هيكون ان شاء الله متاح يعني في فتره باذن الله، نسال ربنا ان هو يعيننا ونخلصه بسرعه. باكد يا شباب، الكلاود هو الفيوتشر، هو المستقبل، ما توقفش، اتعلم، ابدا من دلوقتي، ما تقولش ان انا اتاخرت او سني كبير او لا، خد كونسبت علشان هيجي عليك الموضوع فرضا، هيتفرض عليك فرضا، ليس عمليه مزاجيه. خلاص، وتلاحظوا ان انا حاطط لكم خلفيه هي بتعبر الامر، يعني ده رايح الفضاء بينطلق اهو، يعني انا اتمنى الناس تكون زيه كده، وكلنا في النهايه لدينا وجهات نظر تحترم في الاول وفي الاخر. اسف للاطاله مره كمان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.